عيلة ميسي فرحانة جدا بميسي، وفرحانة طبعا بالأرجنتين، هما وصلوا للنصف النهائي. مبروك يا خالتي، شوف كده لما صوروهم في المدرجات مبروك يا خالتي. كانوا بيعملوا ايه وعبروا عن فرحتهم يا ازاي. يا زي ما ربيتي والله يا خالتي. حبيبة تياجو، بابا بيسلم عليهم. ها اي بابا بيسلم عليهم. ايوه تياجو حبيبي، مبروك يا بابا، مبروك 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 يا ام تياجو، مبروك مبروك مبروك. احلى عيلة والله، احلى عيلة. مبروك مبروك، ألف مبروك والله.